السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشه اثر الضربات الجويه للتحالف العربي على حسم المعركه في اليمن. اعلنت قياده التحالف العربي انها اعترضت صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيا صوب الاراضي السعوديه، وقالت القياده ان الصاروخ تم اعتراضه في منطقة الواصلية بمحافظة الطائف التي تبعد 69 كيلومترا عن مدينة مكة. وفي سياق متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات عدة على العاصمة صنعاء، حيث قالت مصادر محلية أن التحالف قصف قاعدة الديلم الجوية شمال صنعاء ومعسكر اللواء الرابع وجبل عطان ومقر جهاز الأمن القومي وأماكن أخرى. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي حققته ضربات التحالف حتى الآن؟ وما الذي يمكن أن تحققه حرب الصواريخ والضربات الجوية في سير المعركة؟ وهل يمكن القول إن ضربات التحالف أصبحت ردة فعل لصواريخ الميليشيا، خصوصا بعد الضربات الأخيرة على العاصمة صنعاء؟ ذلك ما سنحاول الخوض فيه بعد مشاهدة هذا التقرير. مشاهدينا ابقوا معنا. الحرب تعود إلى بداياتها، قصف كثيف لطيران التحالف في صنعاء وعمران الواقع إلى الشمال منها، فيما وصف بأنه رد عنيف على استمرار الإنقلابيين في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه العمق السعودي. طيران التحالف وفقا لخارطة الأهداف المعلنة عبر وسائل إعلام الإنقلابيين يبدو أنه استهدف مواقع مفترضة للصواريخ البالستية، خصوصا وأن قصفا كهذا يأتي بعد اعتراض التحالف صاروخا بالستيا فوق مدينة الطائف السعودية. وطال قصف التحالف معسكر خشم البكرة ومقر الأمن القومي بصرف والقاعدة الجوية ومنطقة عصر ومدرسة الحرس الجمهوري ومجمع 22 مايو القريب من سلاح الصيانة، بالإضافة إلى غارة استهدفت منطقة جربان بمديرية سنحان مسقط رأس المخلوع صالح. ووفقا للأنباء الواردة من صنعاء، لا يزال طيران التحالف يحلق بكثافة فوق العاصمة صنعاء، مؤذنا بمرحلة من الاستهداف المكثف في ظل التصعيد اللافت للإنقلابيين باستخدام سلاح الصواريخ الذي بلغ أبعد مدى له، وفقا لتأكيدات من البنتاغون الأمريكي بشأن الصاروخ الذي سقط في ينبع على البحر الأحمر إلى الغرب من المدينة المنورة. تصعيد يعزوه التحالف إلى استمرار تهريب الصواريخ عبر ميناء الحديدة. ففي أحدث بيان له، أوضح التحالف أن قوات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت صاروخا فوق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف على بعد 69 كيلومترا من مكة المكرمة، لكن دون وقوع أضرار. وأكد البيان أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع. التحالف اتهم المجتمع الدولي بالعجز عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي قال إنها تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر، وجدد في الوقت نفسه تأييده لقرار الحكومة الشرعية اليمنية لمسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ للرقابة على هذا الميناء. إذا نبدأ النقاش مشاهدينا، وينضم إلينا من الرياض الخبير العسكري السعودي السيد حسن الشهري. سيد حسن، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. سيادة العقيد، يعني في البداية دعنا نبدأ من عامين أو أكثر من عامين على بدء عاصفة الحزم، وأيضا ضربات التحالف المستمرة حتى الآن، ما الذي تحقق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. رجل إعلامي مثلك في قناة يمنية والدافع عن الحق وعن نصرة الشعب اليمني، نعم، يدرك ماذا تحقق؟ تحقق الكثير يا أخي. عادت الشرعية وعادت أجزاء كبيرة من الوطن، حدث انقسامات الانقلابيين، تم معرفة حتى العدو من الصديق داخل التحالف، لم يبقى في اليمن إلا القليل. لكن هنا المقصد سيادة العقيد هو كاستراتيجية عسكرية، يعني أو سيادة العميد، يعني هنا ضربات، يعني لو نتذكر المتحدث باسم التحالف العربي بعد شهرين من انطلاق عاصفة الحزم تحدث عن أن مخزون الصواريخ تم تدمير ما يفوق 90%. حتى الآن يعني هناك ضربات مركزة لصواريخ الميليشيا في العمق السعودي، ماذا نسمي ذلك؟
تسمي ذلك الاستراتيجية المعلومات التي تفضل فيها المتحدث باسم التحالف العربي في ذلك الحين، وأعطى تلك النسبة بناء على المعلومات الاستخباراتية التي توصلت لدى قيادة التحالف المشتركة، بأن ممتلكات أو ما ظهر لديهم من معلومات أو ما تحصلوا عليها هي كذا، وبالتالي تم بدقة معرفة استهداف تلك النسبة أو تلك الصواريخ والمخازن الأسلحة وخلافها، وحددت النسبة في حينها. ولكن خلال هذه الفترة خلال الهدم تم التهريب، وميناء الحديدة والمخا كانت تعمل بكامل طاقتها، وأيضا ميدي. الآن ميدي خرج من لعبة التهريب، وأيضا المخا وكثير من موانئ الجنوبية، ولم يبقى إلا الحديدة الآن. وفي التقرير أظهرت أنه هناك ما يسمى باستراتيجية إدارة الأزمات الدولية تبقي مثل هذا المنفذ لإبقاء العمل العسكري لمدة أطول. نعم، لكن سيادة العميد ما زالت هناك صواريخ للميليشيا تهدد أمن المملكة. يعني بالأمس أسقط صاروخ في سماء المملكة. ما أقصده أن الميليشيا لا زالت تتمتع بقدرة صاروخية كبيرة. يعني تقريبا من حوالي أكثر من شهر ونصف تقريبا لم تتعرض البلاد المملكة العربية السعودية لأي اعتداء من هذه الصواريخ. هناك بيئة ضاغطة في المنطقة، قطر تدعم بهذا الاتجاه بعد تضييق الخناق عليها ولها أذرع في اليمن. التهريب بالصواريخ لم يعد كالسابق، يأتي الصاروخ كجرم واحد يأتي مقسم إلى أجسام، ومع الأسف هناك سوء استغلال للتصاريح التي يمنحها التحالف على لبعض المنظمات والدول، وهي تستثمر في مثل هذا الامر ويدفع لها ملايين الدولارات للتهريب. هنا سيادة العميد انت ذكرت قطر، ما علاقة قطر بهذا الامر؟ قطر لا زالت لها ادرع، واحد المسؤولين في قطر قبل يومين هدد لدينا ايادينا في سوريا، واذا انتم تتابعون وكالات الانباء وتتابعون الاوضاع السياسيه لنا ادرعنا في اليمن وفي سوريا وفي العراق، ونستطيع ان نفعل اذا لم يتم حل مشكله قطر. قطر لا زالت تلعب بأدرعها، لكن قطر قبل شهر او شهرين كانت جزء من هذا التحالف. يعني ما علاقتها بعلي عبد الله صالح والحوثي؟ يعني الجواب تجده عند وزير الدفاع القطري، قال كنا جامنا وكنا مكرهين، والان نحن في واصبحوا ضد التحالف ومع الحوثيين مع الاسف. قطر مع الاسف نعم، لكن شقيقه، ولكن بالنهايه لها ايادي غير نظيفه في التحالف وفي غير التحالف. نعم، نعود لموضوعنا سيادة العميد. يعني المخلوع صالح في خطابه الأخير يتوعد أيضا ويهدد ويقول بأن القدرة الصاروخية ما زالت كبيرة، وأنها يعني طائرات التحالف لن تستطيع الوصول إليها. رقصة الديك المذبوح علي عبد الله صالح في الآن خرج كل شيء من يده. المؤتمر المجلس النواب سيعقد في منتصف الشهر القادم إن شاء الله. الأعضاء احتملوا تهديده للأعضاء لم ينفع. من حقه أن يقول ما يشاء، ولكن علي عبد الله صالح يتحسس رقبته، وهناك انشقاقات داخل صفوف حزبه، وهناك انشقاقات كبيرة بل تهديد من الحوثيين لعلي عبد الله صالح. وشوف رأيناهم يستهدفون أتباعه في صنعاء ولم يحرك ساكن. لا يهم الكلام لا يتجاوز الحناجر. لكن يا سيادة العميد الديك المذبوح يا سيادة العميد، بينما طيران التحالف يملأ السماء اليمني، هو كما ظهر منذ أسبوعين أو أسبوع يتجول في الجبهات بكل أريحية. أيضا ماذا نسمي ذلك؟ لا يجب أن نستخدم الإعلام بصورة صحيحة. طيران التحالف لم يملأ أجواء اليمن. طيران التحالف لو عديت الغارات او الطلعات اللي طلع فيها تعد على اصابع اليد الواحده بناء على المعلومات التي تاتي من اجهزه الاستخبارات المحليه اليمنيه لوجود اهداف معينه. علي عبد الله صالح على فكره ليس هدف، يعني ليس بذلك هو هدف لليمنيين وليس هدف للتحالف. اذا كانوا اليمنيين يريدون علي عبد الله صالح فهذا حقهم، لكن التحالف لا ينظر للاشخاص. نعم، لكن هو الدينامو والمحرك لهذا الصراع القائم. الدينامو المتحرك رايناه في جنوب غرب تعز ونقطة تحول وبداية هزيمة للانقلاب الكامل، وستسمع كلامي هذا وتؤكد وتحلله في وقت قريب. نعم، إذا استسمحك بالبقاء معي سيادة العميد. دعنا أشرك معنا بالنقاش، سينضم إلينا من مسقط ينضم المحلل السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور مساء الخير.
مساء الخيرات، مرحبا بكم جميعا. أهلا بك دكتور. يعني عامان وأكثر منذ بدء عاصفة الحزم وآلاف الطلعات الجوية، في المقابل لا زالت صواريخ الميليشيا تهدد العمق السعودي، ما الذي يعني هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك أخي الكريم وبالضيف الكريم مرة أخرى وبالمشاهدين الأعزاء. أهلا بك. ابتداء أود أن أصحح يعني مسألة. علينا بادئ ذي بدء أن نفرق بين المبدأ وبين تنزيل المبدأ على الواقع، أي بين المبدأ من حيث هو مبدأ وبين التطبيقات العملية. أقصد بهذا القول هو التحالف العربي أو عاصفة الحزم التي انطلقت في مارس 2015. نعم. من حيث المبدأ هذا العمل اللجوء إلى القوة العسكرية من أجل إسقاط هذه العصابة التي أسقطت الدولة وقتلت الناس وفعلت الأفاعيل في اليمن، من حيث المبدأ هذا فعل صحيح شرعا وقانونا وأخلاقا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه الآن كثير من اللغط يدور في الأوساط الإعلامية والسياسية، وخاصة الذين كانوا يعارضون يعني هذه الحملة العسكرية، اليوم يعني يجدون ذريعة في التهكم عليها وفي ازدرائها وفي القول أن هذه الحملة العسكرية أخفقت وفشلت وأدخلت اليمن في أتون حرب لا نهاية لها. فأنا أقول أن المبدأ كان صحيحا ولا يزال صحيحا، واللجوء إلى القوة العسكرية من أجل مقارعة الحوثيين وعلي عبد الله صالح هذه مسألة صحيحة، ولكن التطبيقات العملية، مآلات هذه الحملة العسكرية، هذه مسألة أخرى تقيم في يعني سياقات يعني مختلفة. لكن دكتور كيف تنظر لهذه الحملة العسكرية؟ هل في مسارها صحيح؟ قطعا لا. أنا يعني لذلك أنا بدأت بهذه المقدمة، أريد أن أفرق بين المبدأ الذي كنا ولا زلنا وسنبقى نؤيده، أي استخدام القوة العسكرية من أجل اقتلاع هذه النبتة. نعم. وبين التطبيقات العملية، مسار العمليات على الأرض، مسار الحل السياسي، الحالة الإنسانية، كل هذه المآلات التي أفضت إليها عاصفة الحزم تحتاج إلى مراجعة. قطعا عاصفة الحزم لم تسر في مسارها الصحيح. الآن دعني أعود إلى يعني سؤالك. أنا أقول أن ما حدث وما يحدث هو نتيجة طبيعية للمقاربات الخليجية لليمن ككل. الكتلة الخليجية يعني منظومة التعاون منذ أمد بعيد تتعامل مع الحالة اليمنية وفق مقاربات، هذه المقاربات أفضت إلى ما أفضت إليه. الآن الكتلة الخليجية تحتاج إلى مراجعة جادة، تحتاج إلى مراجعة صارمة، كيف ينظرون إلى اليمن؟ من المؤسف القول أن يعني في الثقافة العربية كل بلد يحاول تلغيم الجوار الإقليمي والجوار الجغرافي، بعكس ما عليه الحال في العالم المتقدم. في العالم المتقدم تجد أن الدولة المستقرة الآمنة القوية حريصة على أن يكون محيطها الإقليمي مستقرا وينعم بقدر كبير من الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، ويقدمون ما يستطيعون لدول الجوار. اليمن بالنسبة لدول الخليج يعني كان باستمرار حالة غير مستقرة. منظومة التعاون منذ أمد بعيد قبل 2011 أسهمت في حالة اللا استقرار، حالة اللا رشد، حالة الاحتراب والفقر والجهل في اليمن، ولم تعمل على إخراج اليمن من هذه الأزمة. الآن يعني عاصفة الحزم أنا أظن حتى يتم تقييمها تقييما علميا يجب أن نحاكمها إلى يعني معايير علمية واضحة. ما هي الأهداف الاستراتيجية التي قامت من أجلها هذه الحملة العسكرية في 2015؟ لم تكن هذه المسألة واضحة، يعني كانت حملة عسكرية ضد الحوثيين وعلي عبد الله صالح، ولكن على المستوى الدقيق يعني لم تكن أهداف الحملة حتى نأتي نحن اليوم ونحاكم هذه الحملة وفقا لمعاييرها. ولكن الذي كان معلن آنذاك أن عاصفة الحزم كانت ترمي إلى اقتلاع الحوثيين، إلى إعادة الشرعية، إلى توحيد اليمن، إلى القضاء على هذا الخطر الذي يهدد اليمن بطبيعة الحال ويهدد أيضا الأمن القومي الخليجي. نعم. شيء يعني لم يحدث الكثير من هذا. صحيح أن الحوثيين توقفوا عند حدود المناطق الشمالية، أن الأمن القومي السعودي صار مؤمنا ضد التمدد الحوثي لأنهم صاروا منشغلين بمعارك داخلية، أن كثير من مناطق الجنوب والشرق تحررت، هذا كله صحيح. ولكن القضية المركزية هنا أن الحوثيين وعلي عبد الله صالح كقوة مناوئة لا يزالا يتمتعان بقدر كبير من القدرة على المناورة وعلى التصدي، وعلى يعني بدليل أنهم موجودين الآن 3 سنوات ويتمتعون بهذه القوة، بل يرمون بهذه الحمم من النيران الصواريخ
التي تدخل في داخل يعني تهدد الأمن القومي السعودي في العمق. نعم دكتور، هنا سامحني ولو قطعتك دكتور، يعني في إطار الحديث حول الصواريخ، يعني بعد عملية أو بدء عملية عاصفة الحزم بأشهر كان يجري الحديث عن تدمير القدرة الصاروخية بالكامل، الآن الميليشيا أصبحت يعني لديها قدرة أكبر، ما هو واضح أن هناك صواريخ تستهدف العمق في المملكة، هل يعني هذا يدل على أن المخزون مخزون الصواريخ ما زال موجود بشكل كبير لدى الميليشيات، أم أن هناك دعم وإسناد خارجي؟ شوف ما ذكرته عن التصريح الذي أدلى به المتحدث الرسمي آنذاك قبل يعني فترة طويلة من الزمن، إما أن يكون خطابا إعلاميا وإما أن تكون معلومات استخباراتية ناقصة، لكن المقطوع به الآن، المقطوع به الآن أن الحوثيين لا زالوا يتمتعون بقدرة على التصدي، بقدرة على المناورة، بقدرة على المقاومة، هم إلى هذه اللحظة صامدون. قطعا هناك دعم خارجي ما في ذلك شك، يعني هذا وجود الحوثيين هيمنتهم على السلطة في اليمن هو جزء من مشروع طائفي تقوده إيران، هذا لم يعد سرا، نعلم ذلك جميعا، فقطعا هناك إمدادات خارجية، ولكن المقطوع به الذي يهمنا الآن في هذه اللحظة أن هذه القوة لا زالت تتمتع بالقدرة على التصدي والصمود، بدليل أنها ما زالت قائمة وتهيمن على أجزاء كبيرة من الشمال، هذا الذي يهم في هذه المرحلة. الآن ما الذي يمكن أن يفعله التحالف؟ يبدو واضحا أن التحالف ليس في أجندته في هذه اللحظة، نحن نسمع خطابات متعددة ولكن الوقائع على الأرض تشي بغير ذلك، يبدو واضحا أن التحالف ليس في أجندته في هذه اللحظة يعني التمدد والوصول إلى صنعاء والإطاحة بالحوثيين وإعادة الشرعية. يا أخي الكريم، حتى المناطق المحررة اليوم هل عادت إليها الشرعية؟ هل قامت في المناطق المحررة حكومة قوية؟ هل قدمت نموذجا خدميا وإنسانيا في هذه المناطق؟ هذا لم يحدث، وهذا يضعف الحكومة الشرعية. وأنا حقيقة من يعني أحذر التحالف، ونحن هنا نتحدث عن دولتين تحديدا، نتحدث لأنه لم يبقى هناك تحالف بالمعنى الاستراتيجي، صحيح بالمعنى الرمزي هناك دول ما زالت يعني موجودة، ولكن عمليا التحالف اليوم تفرد بقيادته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي أنا أقول يعني الذي يحدث في المناطق المحررة حقيقة لا يغري، لا يعطي نموذجا جاذبا، وبالتالي هذا قد يفقد التحالف عدد من القوى اليمنية، لأن الحكومة لم تعد ولم يعني ليس هناك بنى في داخل اليمن المحرر، ليس هناك بنى سياسية وأمنية وخدمية ومؤسسية بحيث أن الشعب اليمني يطمئن إلى أجندة التحالف وينحاز إلى التحالف. هناك نوع من الزهد في هذا التحالف، لأنه على المستوى العسكري لم يعني ينجز الهدف النهائي وهو إسقاط الحوثيين، على المستوى السياسي والإنساني والإداري لم يقدم نموذجا في المناطق المحررة، فعلى التحالف أن يعيد النظر في مقارباته ليس العسكرية فحسب وإنما السياسية والخدمية. نعم وضحت الصورة. دكتور ابقى معي، أعود للعميد حسن الشهري. سيادة العميد، يعني كونك خبير عسكري، يعني كيف استطاعت هذه الميليشيا الحفاظ على قدرتها الصاروخية حتى اللحظة؟ أود أبادل الأخ العزيز من السلطنة الشقيقة الدكتور عبد الله الغيلاني التحية، وأنا أتفق معه الحقيقة كثير فيما قال، وكانت تحفظات على بعض قد يكون لاختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. الأهداف السياسية التي قامت واضحة العين للجميع، الاستراتيجيات هي من تختلف، الاستراتيجيات تتبدل الأولويات فيها، كان المفترض أن تقوم القوات المسلحة السعودية مع التحالف بعملية عسكرية داخل الأراضي اليمنية، وهذا أمر معلن ليس سري، ولكنه في اللحظات الأخيرة تم الاتفاق لأسباب للتاريخ، لتبقى الشعوب على علاقات وعلى صلة، أن ينشأ جيش يمني، وهذا ما حصل، وبالتالي خلال العامين الماضيين تم إنشاء هذا الجيش الفتي الجديد، تم تدريبه، تم تأمينه وتسليحه، وبالتالي هو من يقوم بالدور ويتلقى الدعم اللوجستي والعسكري سواء من البر أو من الجو أو من البحر، هذا ما يحصل حاليا. لكن أود أن أذكر الجميع وأذكر الشعب الشقيق في اليمن
لم تعد البيئة الدولية هي ضاغطة فقط، لم يعد أمامنا الآن إلا نقطتين فيها بيئة دولية ضاغطة من قبل موسكو وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي دخول صنعاء عنوة وبإمكان قوات أن تدخلها عنوة، وأيضا احتلال أو تطهير ميناء الحديدة. يجب أن نكون واضحين، هذه البيئتين الضاغطتين من العالم من السهل التعامل معها بثقلنا بقدراتنا بتأثيرنا بإرادتنا نستطيع أن نؤثر في البيئة الدولية، ولكن الأهم مع الأسف هي البيئة اليمنية الضاغطة، اليمنيين غير موحدون، قلوبهم شتى وليسوا مع بعض مع الأسف. تكلم سعادة الدكتور عبد الله وقال مناطق المحررة تحرر 85% من الأراضي اليمنية، ومع الأسف من يسيء إلى هذه البيئة ومن يسيء إلى هذه النجاحات وهذه الانتصارات تلك التجاذبات الحزبية والمناطقية والجهوية داخل هذه المناطق، ومع الأسف سوء تقدير. لكن لا ننسى سيادة العميد أن هناك أطراف في التحالف تعزز هذا الجانب خصوصا في المناطق المحررة. هناك من يريد أن يعزف على هذا الاستيل، لن يستطيع أحد العبث مع المملكة العربية السعودية، نقول كلام واضح، الإمارات العربية الشقيقة تدرك ذلك، نحن نعمل من أجل صلاح اليمن. إذا عاد اليمن لوضعه هناك دستور يجمعهم، هناك أهل الحل والعقد والرأي في اليمن يفعلون ما يشاءون، ولكن بشرط أن تزال كل المهددات من بتر المشروع الإيراني بالكامل، إعادة الشرعية بالكاملة، ورفع العلم اليمني على كل المناطق، وعدم السماح مهما كانت الظروف لإقامة ميليشيات مسلحة. وبالتالي البيئة هي المؤثرة وهي المؤجلة لكل أحداث اليمن. أما السلاح فهو ليس بذلك الكم الهائل الذي تكلم عنه الدكتور عبد الله، عندما يطلق صاروخ بين شهر أو شهرين أو ثلاثة فليس ذلك دلالة على شيء، وكل الصواريخ التي أطلقت في اتجاه المملكة من نوع أسكود لم تصل إلى أهدافها، وتم بفضل الله سبحانه وتعالى تدميرها في المناطق حسب قواعد الاشتباك صواريخ وبطاريات البيتريوت في المملكة العربية السعودية. هناك نعم صواريخ وقذائف وأكثر من 40,000 مقذوف تم إسقاطها على داخل الأراضي المملكة العربية السعودية، وأحدث التأثيرات وصلت إلى حوالي 300 شهيد أو قتيل نحسبهم عند الله سبحانه وتعالى، سواء من المدنيين أو من الأجانب، معظمهم من الأجانب وليس من القوات المسلحة السعودية. على أي حال مثل هذا الأمر ليس المعضلة الحقيقية، المعضلة الحقيقية أنا أناشد أهل الحل والعقد في اليمن أن يعودوا إلى رشدهم، أنتم أهل الدين والحكمة والإيمان، اليمن أمانة في أعناقكم، لو توحدت الآراء والأفكار والإرادات في اليمن لما احتاجوا الآن لغياث القوات الجوية اليمنية، لما احتاجوا لأي مساعدة من أي دولة من دول التحالف صلب، عموده الفقري سليم لا زال يعمل، لم تخرج. لكن دعنا نعود للحلقة سيادة العميد، هنا سؤال يعني طول أمد المعركة ألا يؤثر على أهداف عملية عاصفة الحزم ويضفي عليها نوعا من الفشل، خصوصا أننا بتنا سنطوي العام الثالث على المعركة. من يستمع إلى عراب هذه العملية اسمه الأمير محمد بن سلمان ويأخذ من كلامه ضمنيا أننا لسنا في عجلة من أمرنا، نريد أن يقوى الجيش اليمني، أن تقوى اللحمة الوطنية اليمنية، أن تعود البيئة المحلية اليمنية لوضع طبيعي، ثم يعاد بناء البنية التحتية في المناطق المحررة. لسنا على عجلة في الأمر، لو كان العمل عمل عسكري. لكن يا سيادة العميد هناك البلد تغرق بالأوبئة والناس تموت من الجوع. لم أسمعك، أعيد السؤال. يعني تعقيبا على كلامك، هو البلد تغرق بالأوبئة والناس تموت من الجوع، أي يعني كما تحدث محمد بن سلمان كما قلت، يعني البلد مليئة بالأوبئة والناس تموت، يعني طول كل ما طالت أمد الحرب الناس تعاني أكثر. من هو السبب؟ ألم يكون الحوثي وعلي عبد الله صالح؟ نعم، ولذلك كان المواد الإغاثية، وذلك الآمال كلها معلقة بعاصفة الحزم على أن تحسم ويعني تخرج الناس من هذا النفق. أنتوا في اليمن، أنتوا في الإعلام، بدل أن تجلي أستاذي العزيز، لا تقاطعني رجال، دعني أوصل رسالتي.
بدل أن تجلدوا الذات في الإعلام اليمني، ساعدوا التحالف أنتم كيمنيين، ساعدوا التحالف في التوحد واعملوا من أجل مصلحة اليمن. من أساء اليمن هم من لا زالوا يحتلون ويستعبدون مع الأسف المناطق التي لا زالت في محافظات شمال اليمن من دمشق، جزء من حجة وصعدة وعمران وصنعاء وجزء من الحديدة، وبالتالي الأوبئة هناك، الفقر هناك، وكذلك تعز المناطق التي لا زالت تحت احتلال ووطأة الانقلابيين هي من تعاني. وبالتالي يجب أن يكون هناك، يجب أن يتحرك اليمن، يجب أن يبتعدوا عن فلسفة الذرائع. هناك مع الأسف تجاذبات داخل المجتمع اليمني لم تتوحد الرؤى لديهم، وبالتالي المسؤولية تقع عليهم. هذا رأيي الشخصي، أنا لا لي علاقة في التحالف، وإنما أقرأ الصورة وأصبر غور تلك هذه الأمور. لكن الأمور العسكرية بشكل كامل تقوم كل الحملة الجوية حاليا والعمليات على الأرض بتناسق. أنا أعتقد أنه نقطة التحول في تعز حاليا هي بداية لنهاية الانقلاب، وسيكون بحول الله نهاية 2017 عام سلام ونصر وعودة للشرعية وسلام للعموم. لا يستثنى أحد إلا من كان عدواني تجاه اليمن، فمسؤولية الحكومة الشرعية والعدوان. سيادة العميد، هنا سؤال أخير فقط، يعني الآن هناك من يقول بأن ضربات التحالف أصبحت ردة فعل لصواريخ الميليشيا، مزدلين على ذلك بالقصف الأخير يوم أمس الذي أعقب إسقاط صاروخ باليستي في سماء الطائف، قيل بأنه كان متجه باتجاه مكة المكرمة. لو كانت كل هذا، لو ناخذ مثل هذه الأقوال، تعرضنا لحوالي 40 إطلاق عملية صواريخ، لا يوجد في الاستراتيجية ما يعرف بردود الأفعال. ردود الأفعال هذه تأتي في النواحي الدبلوماسية والسياسية، أما في العمليات العسكرية فهناك خطط موجودة تطبق. لكن منذ أسابيع صنعاء لا تقصف سيادة العميد، قصفت أمس فقط. عفوا، صنعاء منذ أسابيع لم تقصف، قصفت أمس فقط. عندما مع الأسف كما أشار الدكتور عبد الله، هناك ضعف ووحد في المعلومات الاستخباراتية، هناك ضعف، وبالتالي عندما يتم تحديد مواقع يتواجد فيها صواريخ أو مسودات أسلحة أو حركة للإنقلابيين يتم استهدافها بدقة، لأنه مع الأسف كانت تعطى إحداثيات لغرض الإساءة للتحالف وغرض الإساءة أو إصابة المدنيين، وهذه تم تجاوزها. وإذا أخطأ التحالف في شيء اعترف بكل جرأة وقدم الدية والمعونة لمن تضرر، وهذه حرب. نعم، تحصل الأخطاء حتى في المناورة. وضحت الصورة، أشكرك جزيلا الخبير العسكري السعودي سيادة العميد حسن الشهري، شكرا جزيلا لك. أعود بسؤال لضيفي الآخر الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، ما هي الخيارات المتاحة أمام التحالف والشرعية من أجل حسم المعركة في اليمن؟ هناك خيارات كثيرة، لكن يبقى السؤال، ما هي أجندة التحالف؟ أنا أتصور إذا كان التحالف جادا فعلا في المضي قدما في تحقيق أهدافه الاستراتيجية التي من أجلها نشأ هذا التحالف، أنا أتصور أنه بالنظر إلى المعطيات الاستراتيجية القائمة على الأرض اليوم، هناك خطوتان ينبغي أن يقوم بها التحالف. أولا الانتهاء من موضوع تعز، يعني خلاص إنهاء هذا الملف والتقدم في هذا المحور، ويعني استعادة تعز إلى يعني ضمن المناطق المحررة، هذه واحدة. الخطوة التالية استراتيجيا هي استعادة الحديدة. الحديدة اليوم هي الرئة التي يتنفس منها الحوثيون على عبد الله صالح. ما الذي يجعل التحالف مترددا إلى هذه اللحظة بعد مضي أكثر من 30 شهرا على تدشين عاطفة الحزم؟ ما الذي يجعل التحالف مترددا في استعادة الحديدة وانتزاعها من يد الحوثيون على عبد الله صالح؟ هذا الأمر إذا حدث الانتهاء من محور تعز من ناحية، والتحرير الحديدة من قبضة الحوثيين، أنا أتصور هذا يعني سيفضي إلى تحقيق نصر استراتيجي عظيم، وبالتالي سيمهد الطريق أمام التحالف للتفكير في صنعاء والمناطق الشمالية مرة أخرى. نعم، يبدو واضحا أن التحالف ليس بصدد الإقدام على هكذا خطوات استراتيجية. دكتور، أنت ذكرت استشهدت بتعز، دكتور هو ما الذي يمنع تحرير تعز حتى اللحظة برأيك؟ أنا كما قلت غير مرة، هناك قرار سياسي بالتوقف عند هذا الحد،
الأمن القومي السعودي إلى حد كبير صار مؤمنا. التمدد الحوثي الذي كان واردا في بداية يعني إسقاط الدولة الآن توقف. تم تحرير أجزاء كبيرة من اليمن في الجنوب وفي الشرق. خلاص يعني تحققت هذه الأهداف الجزئية، وبالتالي هناك قرار سياسي إقليمي ودولي بالتوقف عند هذا الحد، وبالتالي الجنوح إلى المفاوضات. ونحن نعلم أن القضية اليمنية اليوم صارت يعني لعبة من ألاعيب الأمم المتحدة، وكثر الحديث عن يعني مبادرات في مسقط ومبادرات في الرياض ومبادرات في نيويورك وغيرها، أي التحول إلى التفاوض السياسي. فهناك قرار سياسي دولي وإقليمي بعدم المضي قدما في الخطوات العسكرية. هذا الذي يمنع التحالف. سؤال آخر الآن، ما الذي يمنع الحكومة الشرعية بعد أن تحررت مناطق الجنوب من العودة وبناء نموذج سياسي واقتصادي وخدمي يكون جاذبا لليمنيين؟ أنا أتصور لو حدث هذا سيعطي دفعة. الأخ الكريم قبل قليل تحدث عن الجيش الوطني اليمني، أين هو هذا الجيش؟ من الذي يحكم اليوم عدن؟ الحزام الأمني من الذي يحكم اليوم ويتحكم في مصائر الناس في حضرموت النقبة الحضرمية؟ وهذا معزز من التحالف العربي دكتور. يا أخي الكريم، حتى يعني الشرعية اليوم صارت موضع ازدراء وسخرية، ويعني تم إضعاف الشرعية بشكل مذهل اليوم في اليمن. فأن لهذا التحالف أن يقدم نموذجا جاذبا للشعب اليمني، بل الذي يحدث في اليمن اليوم أنا في تقديري أنه تفكيك أمني وسياسي واجتماعي، وإعادة هيكلة للبنى العسكرية والأمنية والاجتماعية والسياسية في اليمن. ولكن هذا سيصطدم بحوائط صد، ولن يستطيع التحالف إذا كان هذا هو التوجه إعادة هيكلة البنى الأمنية والسياسية في اليمن. هذا سيصطدم بالقوى السياسية والأمنية في اليمن ولن يكتب له النجاح. على التحالف أن يعيد النظر في مقاربته ابتداء، ويعني أن يقدم على مقاربات أكثر واقعية تستجيب يعني مصالح الكتلة الخليجية من ناحية وتحقق الرخاء والاستقرار لليمن. وضحت الصورة. أشكرك جزيلا الدكتور عبد الله الغيلاني المحلل السياسي، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر أيضا ضيفي الآخر الخبير العسكري السعودي العميد حسن الشهري. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.